معايا كمان مداخلة مهمة جدا دلوقتي، مهمة. خبر قريته النهاردة وعجبني قوي الفكرة قوي. أنا كتير كنت بنادي على فكرة بالفكرة أو إن إحنا نطلع أفكار مختلفة شوية فيها شوية كرياتيفيتي وإزاي نبقى فعالين يعني. الحكاية إيه؟ الحكاية إن في مؤسسة خيرية، هي مؤسسة مرسال، فكرت فكرة راحت للنادي الأهلي. هسمع يعني المسؤول عن الأمر هو اللي هيشرح الفكرة أكتر دلوقتي، بس عشان أقول لكم الموضوع يعني. خدوا تيشيرت من النادي الأهلي، موقع من لاعبي النادي الأهلي، وبدأوا يعملوا عليه مزاد، والمزاد دوت وصل لرقم كبير جدا. ده ليه؟ هم عايزين يعملوا المزاد ده ليه؟ بياخدوا الرقم الكبير ده قوي ليه؟ عشان يدعموا المساعدات اللي رايحة لإخواتنا في غزة. ودي صورة التيشيرت أهو، والتوقعات عليه من كل اللاعبين. يعني لما تعرفوا التيشيرت وصل لكام دلوقتي هتنبسطوا قوي ان الرقم دوت وصل بتيشيرت النادي الاهلي العظيم ولاعبي النادي الاهلي الكبار. التيشيرت دوت وصل لرقم ان شاء الله يبقى جزء ولو جزء بسيط من المساعدات اللي بتروح لاخواتنا في غزه. معايا عبر الهاتف الان الاستاذه هبه راشد، رئيسه مجلس امناء مؤسسه مرسال الخيريه. يا فندم مشرفه ومنوره، وبدايه كده بشكرك شكرا جزيلا على هذه الفكره العظيمه. شرف لي ان انا مع حضرتك النهارده، ومتشكره جدا للمداخله دي. انا بتشرف جدا وسعيد جدا. ايه الحكايه بقى؟ فكرتوا في الفكره دي ازاي؟ وصلتوا للنادي الاهلي ازاي؟ التيشيرت وصل لكام في المزاد؟ اشرح لنا بقى الحكايه كلها، عشان هي كانت حكايه لما قريتها النهارده تسعد اي حد يعني. هي فكره المزادات دي بدات مع مرسال من 4 سنين. عظيم. طبقناها بأشكال مختلفة، طبقناها مع لاعبين كرة قدم ومع أبطال مصر والعالم في الاسكواش. هايل. ومع إعلاميين إن هم بيتبرعوا بحاجة شخصية قيمة من حاجاتهم، وبنعمل عليها مزاد. هايل. طول ال4 سنين كان بقى المزاد بيتغير، وقت إحنا بنعمل مستشفى أطفال، فوقت كان قيمة المزاد بتروح للمستشفى، وقت تاني لعلاج المرضى. بس المرة دي نظرا طبعا للظرف الحالي احنا عاملينها لصالح غزة. وابتدينا من حوالي 5 أيام بتيشيرت كابتن زيزو. هايل. وبعدين تيشيرت لاعبين النادي الاهلي موقع منهم، ولسه ان شاء الله في لاعبين مكملين معانا الايام الجاية باذن الله. ممتاز. وبدأتوا المزاد. والمزاد وصل. نعم. وبدأتوا المزاد والمزاد وصل لرقم كبير، مظبوط؟ وصل ل 350,000 جنيه. 350,000 جنيه تيشيرت النادي الاهلي. بالظبط كده. وده رقم في 24 ساعة، هايل. طبعا رقم هايل بالنسبة للوقت. هايل. والمزاد توقف خلاص ولا لسه شغالين؟ توقف. احنا كنا عاملين 24 ساعة بس، بحيث ان احنا يعني ندي وقت للمزادات تانية واللاعبين تانيين هم يشاركوا معانا. هايل. وكنتوا عملتوا قبل كده مزاد للتيشيرت بتاع زيزو برضو. بالظبط كده. ووصل لرقم كبير برضو؟ وصل. هقول لحضرتك حالا، معلش انا شغاله على مهلي، نسيت الرقم، هقول لحضرتك حالا. حاجه فكره عظيمه في كل الاحوال انه يبقى تيشيرت النادي الاهلي موقع من كل اللاعبين يوصل ل 350 الف جنيه مزاد يروحوا مساعدات لاخواتنا في غزه. حلوه الافكار دي، حلوه الافكار الخيريه دي، ان انت رايح تشتري تيشيرت النادي الاهلي. انت رايح، بص، انت عملت حاجتين حلوين قوي. انت رفعت المزاد في تيشيرت النادي الاهلي فاشتريته ب 350 الف جنيه، خدت تيشيرت النادي اللي انت بتحبه، وخدته موقع من اللاعبين اللي انت بتحبهم، واللي اهم من ده كله ان انت عملت خير عظيم جدا، فانت طالع كسبان من كل حاجه يعني. تيشيرت الكابتن زيزو كان انتهى المزاد عليه ب 2000 دولار. هايل. هايل. رقم برضو كبير جدا، وهو لاعب لوحده يعني. طبعا. يعني هو لوحده جاب الرقم دوت كمزاد، ده رقم كبير وضخم جدا. هايل يا استاذه هبه. اللي جاي ان شاء الله في لعيبه بعينها هم هتخش هتاخدوا تيشيرتاتهم ان شاء الله، بس احنا هنخلي اساميهم بقى مفاجاه يعني، بس هم لاعبين من المنتخب ومن الفرق المصريه، وان شاء الله نحقق رقم كويس نقدر نساعد بيه اهل غزه. هل خطبتوا لاعبين مصريين موجودين في اوروبا؟ خطبناهم. يعني ان شاء الله الايام الجايه هتسمعوا حاجه كويسه باذن الله بخصوص المزاد ده. عظيم جدا. استاذه هبه راشد، رئيس مجلس امناء مؤسسة مرسال الخيرية، أنا بشكرك شكرا جزيلا، فكرة عظيمة وعبقرية. ربنا يا رب ينجي إخواتنا في غزة، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله كل الأمور تعدي على خير بإذن الله يا رب.